كنمشي نشري التمر، سبحان الله تنقول ما ناخذش ديال الجزائر، التمر الجزائري ما غنشريهش، نمشي نقلب على شي تمر احسن منه، كنلقى حتى واحد احسن منه تلقى غا هو. لا والله الا الصراحه البنات قسما بالله راه عامر بالاسواق هنايا، ما كاينش المارشي ولا السوق ولا الجوطيه ولا اي بلاصه ولا درب حانوت ما يحطش التمر الجزائري، راه خطير والله الا خطير، واحد البنه واحد لا تيكستور هذيك فيه ما شاء الله، زعما التمر ديال الجزائر. انا فنكذبش عليك حتى جيت لفرنسا عاد بديت نعرف انا بالتمر الجزائر، ولكن تبارك الله كلشي كياخذو كلشي كيشري بدون منازع والله، وهذا لما كانش موماري التمر ما يرتاحش، داكشي باش شريت ليه باكيه ديال التمر. ايوا شريتو اليوم لحقاش انا راني صايمه اليوم ان شاء الله، يلا يتقبل وغادي نفطروا به التمر ديال الجزائر حبابنا وصحابنا حبابه كي الجزائر كي المغرب خاوه خاوه. والله انا بعدا تنحمق على التمر ديال الجزائر ما نكذبش عليك، داكشي باش قلت لكم البنات احسن ماركه لغوتو التمر هنا فرنسا، انا تندوي لكم معاه هنا فرنسا